هي إحدى مديريات محافظة إب، تقع شرق مدينة إب وتبعد عنها بنحو 45 كيلومترا. يحدها من الشمال مديرية السدة، ومن الشرق مديرية النادرة، ومن الجنوب والغرب مديرية بعدان. من أهم المراكز الإدارية بمديرية الشاعر عزلة الأملوك التي بها قرية الرضائي مركز المديرية، وعزلة القابل الأعلى والقابل الأسفل والوسط وبيت الصايد. في التاريخ إشارة إلى أن الشعر تنسب إلى الشاعر ابن عدي بن يريم ذو رعين. تحيط بها سلاسل من الجبال الشامخات، أبرزها سامن، العز، سطيح، الجرادي، ريدان، الدقيق. على بعضها تربعت في الزمن القديم حصون حميرية طمست معالم الكثير منها، وطوى النسيان الباقي بعد أن تعذر الوصول إليها للراكب والراجل على حد سواء. للشعر ثوابت قديمة لم تتغير، منها قرية الملحكي التي تعد واحدة من هجر العلم. فيها ازدهرت العلوم الإسلامية وقصدها طلاب العلم من أكثر من مكان. من أشهر معالم الملحكي جامع المليكي الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن العاشر الهجري، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن الجامع الذي أمر ببنائه الشيخ جمال الدين محمد المنتصر المليكي قد انتهى العمل من عمارته في يوم الخميس غرة ذي القعدة سنة 965 للهجرة. يتكون الجامع من دورين، خصص الأول مسكنا لطلبة العلم الوافدين من خارج القرية، وخصص الثاني للصلاة وللشعائر الإسلامية. في الداخل تبرز النقوش والزخارف الإسلامية التي تزين سقف الجامع، وما زالت حتى اليوم تحتفظ بألوانها الزاهية، فيما الآيات القرآنية تملأ واجهة المحراب، إضافة إلى فنون أخرى من الزخارف التي أعيد تجديدها قبل عدة سنوات. أما المنبر المصنوع من الخشب فقد نقشت في جانب منه آيات ومواعظ دينية، ويرجع تاريخ النقش الذي قام به أحمد بن يحيى الصفاري إلى عام 1343 للهجرة. أما المنارة فهي حديثة البناء، حيث أمر ببنائها أحمد بن يحيى الخياني سنة 1366 للهجرة، ويبلغ طولها نحو 70 مترا. تشتهر الشعر أيضا بكونها من المناطق الزراعية الخصبة، وتتميز بمدرجاتها الزراعية التي توشي صدور الجبال وسفوحها، وتحتل مساحات شاسعة من القيعان المنبسطة. ومما يزرع في سهول الشعر ومدرجاتها الزراعية تبرز في الطليعة حاصلات الذرة الشامية والقمح والشعير وبعض من الفواكه والخضروات. من أبرز أودية الشعر وادي الدحلة، قبلان، عدا، ووادي المقالح. وفي الشعر أيضا العديد من الغيول وعيون الماء، من أهمها ساقية الغيل التي تنبع من جبل ضيسية، ويتدفق ماؤها بغزارة يجتاز الشعاب والحقول الزراعية، وينشر في طريقه الخضرة، ويبعث في الأرض نبض الحياة. وفي وسط زحمة العمارات الحديثة
تأبى المنازل القديمة أن تتحجب أو تتوارى، بل تعلن عن نفسها في أكثر من مكان. نراها شامخة بحجارتها البيضاء وتعدد أدوارها، تبرز جمالها، تجتذب إليها الأنظار. وفي مشهد كهذا تبدو الأعين في حيرة إلى أيهما تنظر، إلى أصالة السحر القديم أم إلى الحديث الجميل. وكلاهما زاد من جمال المنطقة وأضفى عليها من السحر فتوناً.